نمشي هنا واحد جوج ثلاثة القياس ديالهم 3 سنتيمتر على السبورة. هنا المعلومات اللي غادي نحتاجها، عندي محور آلتي مقلب عمود ديال السلاف جاتني من هذه، وعندي فرع الشجرة باتجاه محور آلتي بجوار زايد لهنايا، عندي اف بريم ل واحد كتساوي صفر معادلة المماس، وبعض الصور ديال النقاط، وعندي جدول التغيرات. شنو هي الناتجية علاش نعتمدو؟ هذا غيديني 70%، جدول التغيرات 70%، المقاربات نقولوا 21%، وداكشي كيبقى إذا احتاجنا لصور النقاط كنعاونو بهم. هادشي اللي غادي ندير، لاحظوا أنه في صفر، يعني في الليمون ديال صفر، راه الآخر غادي عند زايد لا نهاية، حيت محور الآلاتي ماذا؟ مقارب عمودي، باش ما أنا كنقرب من صفر، باش ما أنا غادي عند صفر، هاد أسميتو هاد المنحنى غيجي من الفوق، غيجي من الفوق وغيهبط حتى لعند الصورة ديال واحد اللي كتساوي صفر، هاهي صورة واحد كتساوي صفر، غيجي من الفوق وغيهبط لهادي، ياك؟ غيجي من الفوق هكا، مقارب عمودي، مقارب غيكون هكا يعني لاصق معاه. مقارب جات من كلمة يقترب، غادي يهود باش اشنو؟ باش يوصل لهنايا، في الطريق ديالو كاينة واحد على جوج، النص المنتصف، ولينا نعرفو المنتصف فين غيدوز، واحد على جوج، لقينا تقريبا 0.5، يعني نورمالمون خص يكون يدوز من هنا، تقريبا يدوز من هنا، إذا المنحنى ديالي غندير ليه شي حاجة بحال هكا، ياك؟ وغادي نحاول ما أمكن نقادو باش اشنو؟ باش يطيح ليا لهذي، يعني نبدا مثلا ببساطة مقارب هكا، ندير هكا. ياك وندوز من عند هذه، يعني ندوز من عند هذه ونطيح لها، هنا المقارب اذا في هذه المرحلة غنلاحظ بان صورة صفرونس هي تقريبا صفرونس. اذا هذا الان هنا ملي وصلت لعند واحد الصورة ديالو كتساوي صفر، غادي يبدا في مرحلة الصعود، غادي يبدا في مرحلة الصعود، وعندو فرع شجري في اتجاه محور الآلاتي، ما معنى فرع شجري؟ أنه غادي يطلع وغيوازي لي محور الآلاتي عن بعد، غنستعن بعض الصور ديال النقاط، كتبان لي صورة جوج هي 2.07، يعني صورة جوج، هنا واحد، هنا جوج، وغادي يفوتها مازال بواحد شويش، دونك غنستعن بالمسطرة ديالي. فاصلة 0.7 دونك تقريبا مثلا هنا، إذا غادي نبدا في مرحلة الصعود مباشرة دون أن أزعج نفسي كثيرا، و عفوا، إذا أش كيبقى ليا؟ كيبقى ليا المماس الأفقي في النقطة التي يوصلها واحد، هذه هي النقطة التي يوصلها واحد. غادي ندير هنايا واحد المماس أفقي كما تشاهدون، وهذا كل شيء. إذا هنا في المجال صفر واحد، من صفر حتى لواحد، كنلاحظ بأن الدالة ديالي جات من زائد لا نهاية، وهابطة حتى لعند واحد للصورة ديالو صفر، ثم طلعت بدا في مرحلة الصعود، عاودتني باش طلع عند زائد لا نهاية، بحيث تتحقق أن الصورة ديال جوج هي 2.7، الصورة ديال 3 هي 5، دونك الصورة ديال 3 غتقلب عليها الفوق، دونك لا مجال، دونك فهذا كل شيء، نتمنى أن يكون واضحا، نشكركم على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.